ماشي ناقفين عند رقم 13. 13. ثانية واحدة أنا مش عامل شير سكرين. أوكي هو شغال ماشي يلا. أنا أخدت دي دايمر. أنا خدت دي دايمر، دي سهلة ثانية واحدة بس لأن أي نوع من الجلطات هيزود الدي دايمر. لا لا ثواني ثواني يا أخي، مش دي دايمر. آه مش دي، معلش. مش دي بتاعت هنعمل الكلب في إيكو. واحدة ستة حامل. لا أنا خدت إيكو. آه إيكو. بيجي دايليتد كارديوميوباسي كده في الآخر أحيانا في الثيرد تريمستر يعني. ماشي ودي هيماتوما. ودي هيماتوم. انا اخترت التمبريتشر بس مش متأكد منها قوي يعني. انا اخترت التمبريتشر برضو. اتاكد. ماشي. طيب لا كيب. نروح بقى نعمل ايه بقى؟ يا تخليني استرجع بقى ذكريات ايش الابروتش بتاعي في الحاجات دي، ان انا ارجع ل انكي بحكم ان انا اوريدي عليها رزم كبيره مغطيه الحاجات دي، فانا عارف يعني عارف فين هلاقي المعلومه يعني. حلو. بس يفتح بس. مين يصدق ان انا اسيب ماتش ارسنال واقعد احل الزفت ايه ليه؟ ده خلاص ما تفضحناش بقى. اصل انا هربان من حد دلوقتي. ندعي بس انه ما يفتحش الفيديو. ما اظنش انت مش مشهور للدرجه دي. انكي سمي. لا مش وقته. لا مش وقت انستولينج خالص. انا كنت المفروض افتح البتاع ده قبل ما ابدا بس مش مشكله. يلا 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 رايحين بعد البراوز. بس يا ولد مش وقتك خالص. Shut up. عايز الجواب يا عايز. عايز الجهاز. بص بقى يا باشا، هو بقى بيقول لك ايه اللي يدل على ان هي اكزيرشنال هيت ستروك، لازم تكون اعلى من 40 مش اعلى 39، فكده اجابتنا غلط. مش قوي يعني، ممكن يكونوا مبحبحينها عندنا شوية. لا ده هو بيبقى ليها كرايتيريا معينه. طب ثواني بس، ثواني يا معاذ، ما تستعجلش. حاضر اوكي. اختار بقى حاجة تانية. دي هيدريشن مثلا. لا ما اعرفش، نرجع بقى نبص مع بعضينا يعني. مش مكتوب دي هيدريشن. في دي هيدريشن. ما انا فعلا كنت اصلا محتار بين الدي هيدريشن والتمبريتشر، بس برضو انا مش شايف ان 40 من 39 ونص دي فرق قوي. لا فرق فرق للأسف. طب بص خلينا بس طيب نقرأ، بص انزل شويه كده. ممكن نبص ممكن بس نقرأها بالمرة يعني بما إننا جينا هنا. هو إيه الهيت ستروك؟ هو اللي بتنح ليه؟ مش وقته خالص. تمام بص، دي الاكزيشن هيت ستروك. سيبك من ريسك فاكتورز، احنا عايزين الكلينيكال بتاعها. لازم تمبريتشر تكون اعلى من 40 بعد ما حصل كولابس، معاها سنترال نيرفس سيستم ديسفانكشن اللي هي التيميتال ستاتس او كونفيوجن او ريتيبيتي او سيجر، معاها اورجان دامج. تمام لازم ده وده. نرجع بقى للسؤال، بيقول ايه؟ ده واحد عنده 32 سنه حصل له كولابسنج اوريدي بعد اكزوشن، اي من هذه الفيتشرز انديكيت دايجنوز اوف هيت ستروك؟ مش سيمبل اكزوشن، هي مايالجيا كده هتبقى altered mental ازمه. status. بالظبط كده خلاص ماشي، ادينا عرفناها كويس. كويس. ماشي السؤال السهل.
اه ده كله قال لك ايه ده حبيبنا ده. حبيبنا والله مين كان يصدق ان احنا هنفتقده كده. سي او دي اي. اه انا عارف والله، بس هو اللاب اللي مصر انه اه ان شاء الله ان شاء الله ارجع بقى، ما تبقاش رخم بقى. يلا ده ايه 17 ماشي. اه انا خدت أنا اخترت أنيميا وانا برضو والله بس اعلم، لان بس يعني حسيت الباقيين يحصلوا قوي. باقيين يحصلوا ما عدا حاجة واحدة مش عارف لها تفسير. آه لا ثواني ثواني ثواني، ولا السؤال ده اتكرر مرتين صح؟ أيوة فعلا. انا في مرة خدت انيميا وفي مرة خدت ريسبيريتوري ديستريس. تمام. أنا أصلا كنت بفكر فيهم الاتنين بس اخترت الأنيميا في المرتين. طيب هو بص هقول لك على حاجة. هو انا كنت فاكر ان في المالتيبل جيستيشنز الطفل اللي تحت بيبقى أدخن ولكن أسوأ، والطفل اللي فوق بيبقى أرفع ولكن أحسن في الحالات يعني، وإن لو حصل ترانسفيوجن اوف بلاد ما بينهم فطبيعي اللي تحت هو اللي بيوصل له دم أكتر بس تبقى حالته أسوأ، واللي فوق بيبقى أنيميك بس حالته أحسن. ده لا ده أنا فاكر معلومة كده على الهامش يعني، الله أعلم بصحتها. تمام. والريسبيراتوري ديستريس الريسبيراتوري ديستريس في نظري بتبقى متوقفة على اللونج ماتشوريتي مش على المالتيبل جيستيشن، فبالتالي ما يعني كونهم توينز مش ريسك فاكتور بالنسبة لي. يعني. بص، هو انا ليه ما اخترتش ريسبيراتوري ديستريس سندروم في اي واحده فيهم في اي سؤال فيهم؟ يعني لان قلت الار دي اس كار دي اس زي ما انت قلت بالظبط، ما بيفرقش التانية من الاول ومش عارف ايه وكده. بس قلت يمكن يكون دي غلطه من غلطاتهم يعني، وهم يقصدوا ريسبيراتوري ديستريس، اي ريسبيراتوري ديستريس مش ريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي هي بتاعت نقص السيرفكتور. طب وانت عملت انت يعني اولا عمال تفكر في السب كونشس بتاعهم وهم اصلا كاتبين سندروم فيعني يعني اصل في حاجة تانية اللي هي الانيميا، فانا مش فانا عايز افرق بين يعني عايز اختار، عايز اخد ديسيجن بين الانيميا وبين الار دي اس، فاهم يعني؟ انا ما كنتش هفكر كده لو كان دي الاجابة الوحيدة اللي موجودة، لكن انيميا دي كانت عاملة لي قلق يعني. ليه الطفل التاني يبقى عنده انيميا وانا ما كانش عندي المعلومة اللي انت قلتها بتاع ان الطفل الاولاني اللي هو اللي تحت بيبقى اتقل واكبر؟ ما عنديش المعلومة دي، ما سمعتهاش خالص، ما عدتش عليا خالص يعني. فما علينا، ممكن نخلي السؤال ده نبحث فيه او ممكن نبحث فيه دلوقتي براحتك. نخليه بقى للديسكشن الجماعي يعني. هو خلينا احنا بنعمل الديسكشن. الفيديوهات دي انا وانت عشان بص احنا عايزين نعلي الاستاتستكس. بمعنى ايه؟ احنا كل ما كان في، وخاصة لو ناس جايبة درجات يعني عالية، ناس متفقة على إجابة معينة في الغالب هي الصحيحة يعني statistically speaking، أو على الأقل هتقل البروبابيليتي إنه يبقى غلط يعني. تمام، يلا. طيب ده السؤال رقم 19، عرفونا رأيكم. السؤال ده جه مرتين واخترت إجابتين مختلفتين في المرتين. أنا هقول لك الإجابتين المختلفين. ده إيه ده؟ ليه كده؟ أما أنت اخترت إيه؟ مش ده الراجل الكبير؟ اخترت أول مرة جالي فيها كونستيبيشن، وأنا برضو ولما جالي المرة التانية حسيت إن أنا الكونستيبيشن يعني إجابة مش كفاية هبلة عليك. شوية، آه. فقمت مختار سودو اوبستراكشن. لا أنا بقى في المرة أنا زيك بالظبط. بس المرة التانية قلت يعني إيه خليها فولفيلوس. ها والله ما عند ما حد حوش يعني. لا، ما حبيتش اختار فولفلس، لان الفولفلس اي او، والاي او ليه حاجات كتير ما حصلتش هنا، حاجات كتير تندرنس قوي. ويبقى لوكالايزد في مكان معين معاك. عشان كده انا قلت بص هو ايه طالما ان هو جاي في الهيستوري بتاعي بكونستبيشن ومفيش اي حاجه تدل على اي اصلا مشاكل تانية ف كونستبيشن بس لما يلا سألني تاني انا اتهزيت بصراحه. نفس الحوار، لما سألني تاني حسيت ان لا مش هختار كونستيبيشن مرتين فعلا. ماشي 18 برضه يا جماعة، عرفونا رأيكم. طب هي متكررة ماشي.
تجيب دي انا مش فاكرها خالص، فاخترت فيبيولا فراكشر. fibular fracture. انا فاكر ان السؤال ده كان جه في امتحان من الامتحانات القديمه وانا خدت نيرف وطلعت الاجابه ارتري، مش متاكد بس هي انا فاكر حاجه زي كده. لا انا مش فاكر الاناتومي بتوع كل الحاجات دي، مش فاكر الكومن برينين نيرف وكل كل الحاجات دي، مش فاكر الاناتومي بتاعها مش ازاي. فلو كان في حاجه منهم ليه دايركت ريليشن مع التيبيا يبقى اكيد هي دي الاختيار. بس هو تصدق التيبيال شافت بعيد شوية عن البوستيرير تيبيال ارتري والبوستيرير تيبيال ارتري، هو دول يحصلوا اكتر مع لو في مثلا ني ديسلوكيشن او يعني حاجة فوق عند الجوينت نفسه عند النيجر. ايوه وانا انا عارف برضو ان الكومن برينيال نيرف قريب من من فوق، لكن ما كنتش عارف الباقي ده. عارف والله واكيد طبعا الدورزاليس بيدس ده بره عننا، فمفيش بعيد. هنفكر الا في البوستيريور تيبيال ارتري ونيرف، وده انا ما اعرفش عنهم الكورس مش فاكرهم يعني. طيب عرفونا برضه يا جماعة على رقم 19. طبعا بلح لا بس وجا اخترتها مرتين، ازاي؟ تمام بس اخترتها ازاي طيب؟ انا بالحب حسيت ان هو ايه مش هديله كتير عشان ما يطهقش. اديته في مرة 15، المرة التانية قلت 2 من 10 تقريبا او حاجة زي كده مش فاكر. هي 15 دي ايه؟ ايه ايه التمييز بتاعها؟ 15 ايه؟ 15% من 100 ايه؟ جلوكوز؟ 15% نسبة مئوية يعني من الجلوكوز. بس هو السؤال مش كده. امال هو ايه بقى؟ الكالوريك نيد، هو بيسأل على الكالوريك نيد. ولا الكالوريك نيد؟ انا مش فاكر السؤال. ماشي نورمال كالوريك نيدز. انا حسيت ان انا عايز اختار رقم كبير، اخترت 25. اوكي انا ما شفتش 2% يعني 2% على فكرة، يعني انا ما اعتبرتش ان دي نسبة مئوية، انا اعتبرت ان هي ارقام عادية يعني مش نسبة مئوية. انا وهي دي كانت المشكلة عندي، انه ما حطش ان هي 2% ايه او 2 من 10 ايه، فانا السؤال نفسه ما كنتش عارف افهمه. أكيد كيلو كالوري طالما بيسأل عن ال مش اكيد ولا حاجه، ما يعني أكيد صح. الموضوع فعلا يعني السؤال كون ان هو بيسال عن حاجه احنا ما نعرفهاش دي حاجه، وان السؤال اصلا صيغته غريبه دي حاجه تانية. وإنه يسأل عن الحاجة دي حاجة تالتة. إيش سؤال 20، عرفونا رأيكم. 21 اخترت الجوندس. لا مش موافقة. 22 20 30 دي اخترت فيها البرايمري سكلوريزنج كولانجايتس. مي تو وسهلة يعني، هو من ضمن الحاجات المشهورة مع الأوستيف كولايتس. نعم. السؤال ده كان جا في الامتحانات كان التجريبية. موجود فيدباك وبيحطوا جلاسكو كوما سكور. بيكتبوها غلط. انا خدتها اكسجين، انا مش فاكر الاجابة كانت ايه بس انا خدتها اكسجين. هي اوكسجين صح فعلا. طيب تمام كويس الحمد لله. ما تخز وقت فين؟ مين لحد انا ولا انا يعني لا لسه الامتحان طويل. لسه جاي. اهو ده مثلا، اهو ده مثلا كله شبه بعضه، بس انا اخترت الترا ساوند بريست ويذ اور وذاوت نيدل اسبيريشن اوف مي تو اسبيريشن. مي تو مي تو، لأن احنا بنلعب يعني في منطقة ديليكت فيعني ببلاش ما الغش في حسيتش الحته دي. ان احنا محتاجين نبقى غشمة يعني. فأنا وفاكر اللي كان مخليني بص هو اللي كان مخليني مش متاكد من اجابتي دي، ان هو عمال يقول انها ريكارنت وعمال يغني في حته انها ريكارنت، بس ده كل الموضوع يعني. ما انا عارف انا زيك بس حسيت طب هعمل له ايه يعني، ما انا مش هدخل برضو ديستراكت عشان هو ريكارنت هيجي نفس هشيله. الكلام. نفس الكلام برضه. انا اخترت لوي بودي يا ديمنشيا، وانا برضو وانا ما اعرفش ليه اخترتها كده، بس انا استبعدت الباقي. فانت لو انت عارف تعريف اللوي بودي ديمنشيا ممكن تقوله بقى. يس سر. ممكن حاجة أحسن بقى كمان نشوفه مع بعض يعني. بام 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 تو 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 تو
Okay, hemorrhage, movement disorders. اها بص، اصلا شوف رقم واحد اللي هي بنعتبرها باثنيمونيك فيجوال هلوسينيشنز، حتى ممكن نسميها هلوسينيشنز اللي يعني لوي بادي، تمام؟ بس ودمنشا مع فلكشويتنج كوجنيشن والتنس، ريم سليب بيهيفير ديس اوردر، باركنسونيزم، بنسميها لوي بادي ديمنشا لو الكوجنيتيف والموتور سيمبتومز اون سيت اقل من سنه apart otherwise considered dementia secondary to Parkinson's disease. فاحنا هنا هو دي فعلا، ودي كانوا دايما هو ده يعني مربط الفرس، هل ده باركنسونيزم ولا ليو بادي ديمنشا؟ فالمفترض بقى على حسب الايه، على حسب الوقت. فهو بيقول لك لو الكوجنيتيف والموتور سيمبتوم اونست اقل من سنه apart ساعتها تبقى لوي بادي ديمنشا. لو الباركنسونيزم جه الاول وباكتر من سنه تمام، هيعتبر ان دي ديمنشيا، بنسميها باركنسون ديزيز ديمنشيا. تمام. فهنا لا، ده في خلال سنه، وجاي بالحاجات اللي هي فيجوال هالوسينيشن كويس كويس. وجاي في كل حاجه كويس، انا بالتالي لو بقى ديمنشيا كويسه خالص يعني. اوكي okay.